نروح هلأ لمحطتنا الطبية. ومثل ما بنعرف السرطان عرف بأنه هو الكابوس المرعب لكثير من الأشخاص واللي رافق البشرية. تشخيص الإصابة يوميا أصبح اليوم بمثابة الإنذار باقتراب نهاية الحياة، لكن هل ما زال هذا المعتقد حقيقي بعد التطورات الكبيرة اللي شهدها طبعا والحلول الحديثة والتقنيات المبتكرة في مجابهة هذا المرض يا فرح؟ أكيد سلمى، رح نعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل. الجراحة التنظيرية لأي نوع من الأورام ممكن أنه تصلح، وشو مدى تطور الطب يوم بعد يوم بهذا المجال؟ طبعا مرض السرطان مثل ما قالت سلمى هو رعب حقيقي بيعيشه الناس، لكن أكيد الطب عم يتطور يوم بعد يوم، وإن شاء الله يكون في أدوية فعالة لإنهاء هذا المرض. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور سامر محسن. يسعد صباحك دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم جراحة الأورام أو الجراحة التنظيرية اللي بدأت تدخل أيضا بموضوع استئصال الأورام، هي فينا نقول نهضة طبية مؤخرا كان لها كثير فوائد وتخفيف يمكن من المضاعفات الجانبية من كثير أمور، خلينا نحكي عنها لو سمحت. هلا أول شغلة مثل ما بنعرف هي نحن في عنا نوعين من الجراحة، الجراحة التقليدية اللي هي نحن بنسميها الجراحة المفتوحة اللي أغلب الناس بيعرفها، والجراحة التنظيرية. للأسف المرضى أو المجتمع بشكل عام بيعرف عن الجراحة التنظيرية بس استئصال المرارة بالتنظير. هلا الشيء اللي صار جديد، التطور اللي صار انه كل عمليات الجراحة العامة، عم بحكي على مستوى عمليات الجراحة العامة الاختصاصي، صارت تصير بالتنظير. الأورام سواء الأورام، طبعا نحن بنشمل الأورام بالشقين تبع الأورام السليمة والأورام الخبيثة أو بين قوسين السرطانية، الاثنين صاروا بإمكانهم يصيروا بالتنظير. هالشيء اللي سببه التطور اللي صار بالجراحة، الأدوات اللي صارت مكننا نحن كأطباء جراحة نقوم باستئصال الورم كاملا مع نتائج ممتازة جدا، أفضل من الجراحة التقليدية. تمام. هلأ مثل ما قلتك العالم لسه عنده خوف موضوع استئصال الأورام بالتنظير، معتقد خاطئ عند الناس موجود أنه الجراحة المفتوحة الجراحة التقليدية بتنظف بالورم أكثر من الجراحة التنظيرية. طبعا مثل أنا بشبه للمريض أنه مثل أنت إذا ساويت مرارة بالطريقة المفتوحة جراحة العادية وساويت مرارة بالتنظير، نفس يعني الفرق بيناتهم كتير كبير، وهالشي بالأورام كمان موجود. طبعا الجراحة التنظيرية فوائدها كتير كبيرة، ميزاتها كبيرة. أول شغلة نحن الألم بعد الجراحة عم بيكون أقل بكتير، هالشي عم بيخلي المريض بعد العملية يتحرك فترة أسرع، بيخفف الاختلاطات اللي بتصير نتيجة الاسترقاء بالسرير فترة طويلة، مثل ما بنعرف التهاب الوريد الخثري اللي بصير بعد العمليات الطويلة. الشغلة الثانية الندبة عم تكون، يعني الجروح كتير صغيرة، الندبة عم تكون أقل. الشغلة الثالثة والشغلة هي مهمة بعمليات الأورام، الالتصاقات عم تكون أقل بكتير بالجراحة التنظيرية مقارنة بالجراحة العادية. مريض عم يساوي عملية كبيرة بالجراحة المفتوحة، بعد فترة أشهر أو سنوات عم يصير عنده نوب نحن بنسميها تحت انسداد أو انسداد أمعاء سبب الالتصاقات الموجودة. نعم. الالتصاقات بالجراحة التنظيرية أقل بكتير من الجراحة المفتوحة. الشغلة الرابعة والمهمة انه هي العملية اللي بتصير بالجراحة التنظيرية مأرشفة، يعني المريض بيطلع من العملية معه سي دي كامل عمليته، هذا الشيء ما بصير بالجراحة العادية، غير ما بنقدر نعطيه اذا جراحة عادية غير تقرير. اما بالجراحة التنظيرية عم بياخذ المريض سي دي وين من راح باي مكان بالعالم، هي سي دي عمليتي اللي وهذا السي دي تتجنب ممكن او اكتشاف الاخطاء الطبية او متابعة الحالة او شو ممكن المريض ساوى عملية وسافر على بلد ثاني صار معه اي مشكله، فالطبيب بده يقول له اعطيني شو العمليه اللي ساويتها، مع التقرير بيكون سي دي موجود للعمليه. بس دكتور دائما السؤال هي حجم الورم، سواء ورم حميد او حتى ورم خبيث، هل الجراحه التنظيريه تصلح لكافه انواع الاورام وبكافه احجامها، او في انواع محدده ممكن نكتفي فيها بالجراحه التنظيريه؟ هلا الاورام السليمه اول شغله بغض النظر عن حجمها، خلينا نحكي نحن في عنا بالأورام سليمة مثلا بالرحم أو بالمعدة جيست أورام سليمة هي. نعم. الأورام قد من كان حجمها، نحن وقت من شخصة سليمة بعد الصور والتحاليل قد من كان حجمها هي قابل للاستئصال بالجراحة التنظيرية. نعم. وعبر شقوق صغيرة نحن في شيء اسمه نحن بنسميه مورسيليتور اللي هي فرامة، بعد نحن ما نشيل الورم بتطلعه من الجسم أجزاء صغيرة، هذا الشيء ممكن بالأورام السليمة، أما بالأورام الخبيثة لا.
وقت المريض جاي بمراحل متقدمة جدا، ورم متقدم مرحلته متقدمة جدا، ما في مجال يعني فقط بالمراحل الأولى. المراحل الأولى متوسطة طبعا. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم حضرتك قلت في كتير إيجابيات للجراحة التنظيرية عن الجراحة التقليدية، ولكن أيضا ممكن يكون في إلها سلبيات، خلينا نعرف شو هي سلبياتها إذا موجودة. سلبيات الجراحة التنظيرية، أول شغلة التكلفة تبعها تكلفة أعلى من الجراحة العادية بصراحة، لأكثر من سبب. الأجهزة تبعها بده تكون مو مثل عمليات المرارة العادية، الجهاز التنظير بده يكون متطور، الكاميرا، الأدوات اللي عم نستخدمها، نحن ما عم نشتغل على الأمعاء أو على المعدة، بنحط شيء اسمه ستابلرات، هي نفسها هي بتقص وبتخيط، التكلفة تبعها عالية. الشغلة الثانية إن هي فعلا بدها مهارة عالية، يعني في إلها تدريب خاص. أنا وقت المريض يعني بيسأل حقه أي مريض إنه فعلا عملية الجهر استئصال الورم، كل المرضى الأورام هن حقهم بيخافوا، بيسألوا هون وهون، بيسألوا كتير، بيسأل إنه أنا إذا شلت هذا الورم بالتنظير نفس النتيجة باخده بالجراحة المفتوحة؟ طبعا نفس النتيجة وأحسن، كنتائج أحسن، بس بشرط هو إجراء العملية تحت يعني بأيدي طبيب ماهر بالاستئصال الأورام بالتنظير. لأن إحنا عندنا بجراحة الأورام في عندنا بروتوكولات أو جايد لاينز بنمشي عليها لازم تتحقق بالجراحة المفتوحة أو الجراحة التنظيرية. دائما السؤال بيكون من قبل المريض شو هي الخطورة أو المضاعفات اللي ممكن تحملها سواء الجراحة التقليدية أو جراحة المنظر. هلا الخطورة بالنسبة للجراحة التنظيرية أو الجراحة المفتوحة هي وحدة، خطورة لأي عمل جراحي سواء خطورة التخدير أو خطورة الإجراء نفسه. يعني بالنسبة لموضوع الخطورة اثنين نفس الشيء تماما. نعم، يعني ما في فروقات كتير كبيرة بينهم، ما في فروق، يعني نحن بنحطهم بميزان نفس خطورة التخدير نفسها، خطورة العمل الجراحي نفسها. يعني احنا مين بيحدد الخطورة؟ خلينا نحكي بالنسبة لنا كأطباء جراحين، بيحدد الخطورة هو الطبيب، حالة المريض من ناحية القلبية، وطبيب التخدير بيشوفه هاي خطورة صار اسمها تخديرية. خطورة جراحة نحن عندنا يعني إلا إذا كان الورم مثلا منتشر أو ورم أخذ وعاء كبير وخطر نزف، هون صار في عندنا خطورة جراحية، أما هي الخطورة هي خطورة تخديرية. طيب أكثر خليني أقول الحالات اللي بتم استخدام فيها الجراحة التنظيرية، يعني هلأ مثلا شخص عنده ورم بالدماغ بتقدروا تعملوا له جراحة تنظيرية أو لا بتروحوا للجراحة التقليدية؟ القلب حضرتك ذكرت المرارة كمثال، خلينا نحكي أكثر أنواع اللي نشحت فيها الجراحة التنظيرية. هلأ الجراحة التنظيرية في مستوى اختصاصي الجراحة العامة، الجراحة العصبية طبعا في شيء اسمه صار أورام قاعة الجمجمة. أورام قاعة الجمجمة هي أسفل مكان بالرأس، كانوا قبل يعني يتخوفوا يعني منها، لا بيفتحوا الرأس والدماغ، أما هلأ صاروا يفوتوا عن طريق الأنف، هو أقرب مكان بالمنظار لمكان الورم ويشيله. هاي بالنسبة لمجال الناحية العصبية. من ناحية أطباء الأذن والأنف والحنجرة كمان استخدام التنظير سهل عليهم كتير. أطباء الجراحة الصدرية نفس القصة، صار بالمنظار بدل ما يساوي يفتح صدر المريض صار بالمنظار 3 ثقوب 4 ثقوب يشيل الورم أو الكتلة أو الكيسة، الكيسات النهائية بالصدر. يعني دخلت كل مجالات الجراحة، الجراحات المختلفة، جراحة نسائية، استئصال الرحم عن طريق التنظير، هاي كمان كتير يعني مريضات كتير بيسألوا عنها، عن طريق ثقوب صغيرة بدل من شق اللي كلنا بنعرفه نفس شق القيصرية. نعم، كمان كثير من الأشخاص بيسألوا أنه اليوم التطور الطبي دائما كل يوم في جديد بعالم الطب بإمكانه عالم الجراحة والعمليات، بجراحة تنظيرية حصرا خلينا نحدد شو هو التطور خلينا نقول الكبير يلي طرأ عليها وشو هي يمكن النظرة المستقبلية لها؟ التطور بالنسبة للجراحة التنظيرية مثل ما حكينا بالبداية احنا كنا يعني ما نسمع غير المرارة، يعني هلا صار بالجراحه التنظيريه احنا صار في عندنا اصلاح الفتوق الارهابيه بالتنظير، ما عاد نساويها بالجراحه العاديه، بما فيها انه نحط احنا الرقعه او الشبكه، اصلاح الفتوق الحجابيه بالتنظير، استئصال اورام المعده
صار أورام البنكرياس، كل الأورام بالبطن صارت عم تصير عن طريق التنظير. أما لكن نسمع كثير نحن اليوم أنه نتيجة الحصار الاقتصادي اللي عم تعيشه سوريا، ومن ضمنه كمان هذا الحصار من الناحية الطبية، هل أثر هذا الشيء على العمليات الجراحية، الأدوات المستخدمة وغيرها أو لا؟ هلا حاليا نحن، أنا طبيب مشفى المجتهد، نعم، هاي العمليات عم نساويها بشكل روتيني، عمليات الأورام بالتنظير أو الجراحة، أو يعني عمليات الجراحة التنظيرية. طبعا لا شك إنه الحصار الاقتصادي أثر كتير نحن علينا بالمشفى، بس يعني عم نحاول قدر الإمكان هالشي ما يأثر على شغلنا، بس لا شك إنه صراحة يعني إله تأثير، بس يعني وزارة الصحة مشكورة، إدارة مشفى المجتهد مشكورين، عم نحاول قدر الإمكان نأمن الأدوات اللازمة لإجراء الجراحة. ومثل ما حكيت يعني بالمشفى المجتهد عمليات الجراحة التنظير مختلف أنواع عم تصير بالمشفى. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان اليوم عن خطواتها للي يمكن ما بيعرف شو خطوات الجراحة التنظيرية، وهل في شيء تمهيدي قبل؟ يعني بنعرف بعض العمليات الجراحية الصعبة أو المعقدة بيتهيأ المريض قبل بوقت، بيكون في له كشوفات معينة، في له كتير تفاصيل قبل ما يدخل على العمل الجراحي. نفس هاي الخطوات متبعة بالجراحة التنظيرية، وشو خطوات الجراحة التنظيرية؟ يعني كتحضير للجراحة نفس الخطوات بالجراحة المفتوحة والجراحة التنظيرية. المريض بيساوي التحاليل، الصور الشعاعية، الاستشارات الطبية، الاستشارة القلبية، الاستشارة التخديرية، تمام؟ وحسب نتيجة التحاليل إذا احتاج نقل دم حنجهزه قبل العملية بنقل دم، احتاج أي استشارة طبية تانية بنحضره، أو تكون عملية كبيرة عم ينام المريض قبل بيوم من المستشفى، في تحضير معين مثلا نشتغل على الكولون او على الامعاء، في ماده بياخذها المريض قبل بيوم لنفرغ الامعاء نجهزها تكون العمليه نظيفه. نفس اجراءات الجراحه المفتوحه بالجراحه التنظيريه، بيختلف هو فقط اثناء نحن العمل الجراحي شو عم نساوي. خلينا نحكي عن هاي الخطوات لو سمحت. الجراحه العاديه هي عباره، خليني بس اضرب انا من حكي المرضى وتقول له انه مثلا في ورم بدك جراحه، فأول شيء بيخطر بباله أنه هو شق 20 قطبة عنده، مفجرات طالعة من بطنه، بده ينام أسبوع بالمشفى، بعدها شهر بالبيت، في كيس أدوية مسكنات بده ياخده. هذا المفهوم عند كل المرضى عن أي عملية كبيرة بيحكي عنها. هلأ الجراحة التنظيرية كإجراء جراحي هي عبارة عن 3 أو 4 ثقوب صغيرة ما بتتجاوز 1 سنتي. نحن منفوت عن طريق أدوات منسميها تروكارات وكاميرا. الكاميرا بتعرض لنا كامل جوف البطن على شاشة كبيرة، ونحن منفوت من هاي الأدوات، من هاي التروكارات بأدوات خاصة وبنشتغل. نحن إيدين عم تتحرك والشاشة موجودة، الشاشة عم تفرجينا كل شيء. بعد ما نخلص نحن أحيانا نضطر نشق 3 سنتي، نطلع العينة أو الورم اللي نحن اللي استأصلنا ونسكر. نفس إجراءات يعني بعد الجراحة نفس الخطوات مساوية مقارنة بالجراحة المفتوحة، بس مثل ما قلت لك الألم بيكون أقل، لأنه الألم اللي بيحدده حجم الشق، كل ما كان حجم الشق الجراحي أكثر ألم المريض بعد الجراحة أكثر. فنحن بالتنظير عم تكون شقوق صغيرة 1 سنتي، يعني بعد 2 أو 3 ساعات المريض عم بيتحرك عم يقوم يمشي، هذا شيء كتير منيح كنتائج. والشغلة الأهم بالنسبة لمرضى الأورام أنه فترة العودة يعني يطلع يتخرج من المشفى أسرع، هذا شيء له تأثير منيح. بتابع إذا في حال بده علاج كيماوي أو شعاعي بياخده فترة يعني أسرع من المريض اللي مساوي جراحة مفتوحة. هنيك ممكن نضطر تأخر 2 أو 3 أسابيع، هون ممكن بعد 10 أيام يأخذ العلاج الكيماوي. والشغلة الثانية فترة البقاء بالمشفى عنده أقل، هذا الشيء بيأثر إنه الإنتانات المكتسبة بالمشفى عم تكون أقل، إنتانات الجروح عم تكون أقل بالنسبة للجراحة التنظيرية. هل الجراحة التنظيرية دكتور مناسبة لجميع الأعمار؟ بعض الأطفال كمان بيحتاجوا لإجراء عمليات جراحية، هل هي آمنة ومتاحة لجميع الأعمار؟ متاحة لجميع الأعمار بالنسبة للأطفال. في ستات يعني أدوات خاصة بالجراحة التنظيرية للأطفال. الشيء اللي بيختلف انه نحن ايمت ما فينا نساوي جراحه ورم بالتنظير
احيانا نحن في عندنا مرضى سي او بي دي المدخنين بشده اللي بيكون صدرهم تعبان، هدول ما بيتحملوا التنظير لانه نحن بالتنظير بننفخ غاز بالبطن، هالشيء ممكن ياثر على الرئتين، هذا الطبيب التخدير اللي بيحدده انه هذا المريض ما بيناسبه الجراحه التنظيريه. الشغله الثانيه الاورام المتقدمه جدا مثل ما قلت لك، او ورم مثلا بالكولون ومسكر الكولون وصاير انسداد امعاء وتطبل بطن، ما فينا نحن نفوتهم بالتنظير. المرضى اللي بيكون احيانا عندهم فتق بجدار البطن كبير، عاد ما فينا كمان نشتغل بالتنظير. هي خلينا نسميها يعني مضادات استطباب الجراحه التنظيريه. احيانا هي موضوع نسبي، مريض مساوي عمل جراحي سابق الطريقه التقليديه، عمل جراحي كبير وبدنا ندخل عليه بالجراحة التنظيرية، ممكن بس احتمال انه نحول للجراحة مفتوحة اعلى بسبب الالتصاقات الكثيرة اللي بكونها موجودة عنده. طيب دكتور، اليوم في اجراء اخر غير الجراحة التنظيرية اللي هو التنظير التقليدي، يعتبر اصبح وسيلة جدا مهمة اليوم بعالم الكشف عن المسببات لكثير من الامراض. كمان اليوم في كثير اشخاص بتخاف من التنظير، بس حدا يقول لهم عنكم تنظير بخافوا بيموتوا رعبه، لانه فيه كمان تخدير، وفيه في ناس بتتخدر تخدير كامل، في ناس تخدير موضوعي. خلينا هيك ولو سؤال بسيط، اليوم التنظير كحاله للتشخيص هل هي تمشي مع كل الناس؟ هل هي مخيفه؟ ليش الناس بترتعب منه بشكل عام؟ في لقط بصير موضوع التنظير الهضمي العلوي والسفلي، وموضوع التنظير نحن عم نحكي عليه اللي هو موضوع التنظير بالبطن. موضوع التنظير العلوي والسفلي ممكن اجراؤه بتخدير موضعي او بيتسمى تخدير انشاقي، يعني المريض تخدير خمس دقائق وخلص. هذا طبيب الهضميه كل الاشخاص بيقدروا يعملوه، اي شخص طبعا. طبيب الهضميه بيساوي بيفوت بانبوب من الفم للمعده بشوف المعده. نحن التنظير اللي عم نحكي عليه حصرا بده يكون تخدير عام، ما يمشي حال نحن تخدير موضعي او تخدير نصفي ونساوي عمليه تنظير، لانه نحن بدنا نفوت على البطن مثل ما حكينا وننفخ البطن غاز، ننفخ البطن بغاز، فهذا الشيء ما بيصير اذا المريض مخدر تخدير نصفي او موضعي. نعم. يعني دكتور تفضل، كان بدك تحكي شيء. لا كان بدي لك بس انه الفروق في المرضى بس بيخلطوا بين موضوعين، موضوع التنظير الهضمي العلوي والسفلي وموضوع التنظير اللي نحن عم نحكي عليه. هذاك ممكن يصير بالتخدير الموضعي، اما نحن التنظير ما ابدا ممكن بالتخدير الموضعي. تمام دكتور، نصائح اخيره بتحب توجهها ان كان للمرضى يلي هن بحاله قلق من الجراحه التنظيريه وبفضلوا الجراحه التقليديه، خاصه بعد كبار السن يلي هن بفضلوا يمكن الاشياء يلي مثبته واللي يمكن بكثر تداول عنا وين ما كانوا موجودين، فشو بتحب توجهنا صار؟ أول شغلة العلم تطور، نحن العلم تماماً، العلم ما بناخده من جارنا فلان شو حكى أو جارتنا شو أهم حكت، هي هي المشكلة. نحن فلانة حكت هيك، فلانة قالت لها، جارتها قالت لها لا تنظير لا ما بينظف، روحي على جراحة. العلم تطور، نحن يعني طلعنا من هذا المجال وكثير صرنا يعني بعاد عن موضوع الخرافات صراحة. موضوع الخرافات المشكلة هو عم يتحكم بالمرضى هون عندنا. الجراحة التنظيرية لا شك هي رقم واحد بشرط إجراء بأيدي خبيرة، هذه كتير نقطة مهمة. الجراحة التنظيرية بالنسبة للأورام عم تعطي نتائج أفضل من الجراحة المفتوحة كنتيجة يعني تعافي المريض واللي حكينا عنه، بس بالنسبة كنتيجة أنه خليني أحكي نتيجة استئصال الورم عم اثنين بنفس مستوى بعض، يعني جراحة تنظيرية والجراحة المفتوحة. نحن مثل ما قلت لك في بروتوكولات بنمشي عليها، استئصال الورم بيكون فيه هامش أمان، عدد عقد لمفاوية مجرف بشكل صح، فالجراحة التنظيرية والجراحة المفتوحة عم يحققوا الهدف واحد. بس بالجراحة التنظيرية عم يكون المريض يعني عم يتعافى بشكل أسرع، الألم بيكون أقل، نوعية الحياة عنده أحسن. أكيد. بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. آمين يا رب. كل الشكر لك دكتور، وبقية نهار حلو.